ماذا نعرف عن المرض الجوفي السيلياك؟ أسبابه، أعراضه، مضاعفاته وسبل تشخيصه؟ ما طبيعة الإكراهات التي يفرضها اتباع الحمية الخالية من الجلوتين سبيلا وحيدا وأوحد للتعايش مع المرض المزمن؟ كيف تدبر الأسر مرض أبنائها في ظل ندرة وغلاء المواد الغذائية الخالية من الجلوتين في السوق المغربية؟ ثم ماذا حقق ترافع المجتمع المدني وما هي أهم واجهات النضال في سبيل تأمين العيش الصحي الكريم لمرضى السيلياك؟ المرض الجوفي السيلياك موضوع العدد المقبل من برنامج بدون حرج.